السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حباب قلبي بكل خير ان شاء الله. قراءة جديدة وحصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برج العذراء. صل على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كله. وبعد القراءة والتوقعات هنشوف رسالتك من الرسائل بتقول لك ايه يا برج العذراء. صلي على النبي في التعليقات وادعم الفيديو باللايك. وان كنت بتعاني من السحر او من المس او من الحسد او من التعطيل اكتب تم وهديك لينك القناة الشيخ يوسف، القناة الثانية فيها العلاجات بإذن الله تعالى، او اسيبه لكم في صندوق الوصف. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاشف، انا شايف هنا يا برج العذراء خلي بالك وكون حريص. انا شايف اول ما بدأت شايف في الحادة السوداء، شايف في وحدة قلبها اسود لكن بينالك ان هي قلبها ابيض، هي الافعى دايما. وانا بقول يا ناس خلوا بالكم من كل الناس، مش كل الناس اللي تدوها سركم، مش كل الناس اللي بتحبكم، هي دي افعى بتلف حواليكم، بتلف عليكم، كذابة عايزة تأذيكم. بسم الله الكاشف، انا اشوف هنا دايلك ربح من وراء دمعية، او دايلك ربح من احواله، او حاجة ديالك من وراها مال. شايف هنا ان انت عندك انتظار، منتظر مكالمة او ردوع شخص او رسالة مستنيها من الهاتف. انا شايفك هنا بتبدل حاجة، بتبدل شراء سيارة أو بتبدل منزل أو بتبدل أو بتشتري منزل إن شاء الله يكون منزل بإذن الله تعالى. أنا شايف هنا في قرارات مهمة راح تاخدها في حياتك بإذن الله تعالى، هتكون صالحة ليك وهتكون فيها الخير والسعادة ليك إن شاء الله. شايف في بإذن الله الكاشف، شايف ستفاجأ بأفراح قادمة ليك قادمة، وانفراد طال انتظاره قريبا. ستحول وستبدل أحوالك للأحسن بإذن الله تعالى. الفرحة قادمة على عتبة بابك، على عتبة بابك الفرحة. باب الحزن قرب ينتهي ويخرج من بيتك قريبا، واللي كان مزعلك راح كل شيء راح ينتهي، هذا الزعل وهذا الطاقة السلبية اللي عندك بسبب الناس السودي او الناس الموزية اللي عملتك بالسحر الاسود يا برج العذراء، بصاب بيه اللي عملوا لك السحر الاسود. راح تخلص من هاي السحر ان شاء الله وتخرج من الضيقة، من الخنقة، من الزعل، من كل شيء عندك اللي عامل لك طاقات سلبية، عامل لك تعب، مش طايق تتكلم مع حد، حابب الوحدة، ما فيش زواج مكتمل معاك، ما فيش راحة او سعادة بينك وبين الشريك. ان شاء الله راح تنحل من هاي الافعى اللي عندك اللي عامله لك السحر الاسود. انا شايف برضه هنا الشراء، حالة الشراء عندك بتزداد، بتشتري او بتغير سيارة او بتشتري بيت. هنا بتتفائل بهذا الحالة. شايف عندك بسم الله الكاشف وظيفة فيها ربح. شايف برضه في لقاء هنا باطفال او في تخص امور تخص الاطفال باذن الله تعالى. انا شايف هنا عندك بصمة، بصمة، البصمة دي البصمة دي انت بصمها، البصمها حتى بصمتك وانت وراك تعابين وعراقيل، والتعابين دي ادالك الناس كتير جدا. انت بالك لو مشغول برزق ففي رزق دايلك من حيث لا تحتسب، في رزق. بس حصن نفسك، حصن نفسك من العيون ومن السحر، حصن نفسك عشان اول حاجة هيكون في انفرادات عندك حلوة بإذن الله هتعوم على حياتك بالكامل عشان انت تستاهل بعض الخير لان قلبك طيب. في الايام دي انت بتشتغل على نفسك، بتعيد ثقتك، يعني شايف في مواضيع كثيرة جدا بتتفتح قدامك، فخلي بالك من نفسك علشان انت الابواب ابتدت تتفتح، الابواب ابتدت تشتغل معاك، تشتغل قدامك، الدنيا ابتدت تضحك لك مرة تانية، ابتدت يعني تغير حياتك وابتدت تشتغل وابتدت تاخد الأفكار الصحيحة
وتاخذ الافكار الايجابيه بتوزعها على حياتك، يعني ابتديت الدنيا تفتح معك وتطرد وتطلع الناس اللي عامله لك اذى او اللي عامله لك تعب، ان انت داخل على ايام جديده، داخل على حياه جديده ان شاء الله، عايز تشتغل على نفسك او تساعد نفسك، ان ما لقيتش حد يقف معاك كسروا لك قلبك من النق، عملت لهم كل الخير، اعطيتهم الخير ما لقيتش منهم غير الشر، اعطيتهم كل الخير والسعادة وساعدتهم ما لقيتش غير منهم غير الشر، لكن اجمل ما فيك بتتفائل بالخير وبتوزع بطاقاتك اللي فيها خير على حياتك، ومتفائل بالخير دايما، بتفائل بالخير فبتحصد تغيرات فيها خير ليك وسعادة تسعد قلبك ان شاء الله. بسم الله الكاشف. فضلا وليس امرا ندعم الفيديو باللايك احبابي في الله، فضلا وليس امرا. شايفك هنا مقسوم نصين، شايف نص في تردد وبتفكر كتير، شايف في تردد وفي تفكير كتير، مش عارف تاخد قرار في الموضوع المتردد فيه، مش عارف تاخد قرار، والنص التاني بتحاول تريح نفسك وبرضه مش عارف، فالموضوع اللي انت حيران فيه يعني طريقه طويل. انا شايفك ان انت دايما بتختار الطريق الطويل، ما بتختارش الطريق السهل، بتعافر وبتجاهد، فانت محتاج الراحة، محتاج تهدي اعصابك، يعني انت بالك مشغول بدراسة او بالك مشغول بحادي، فما تقلقش ما تقلقش، انت كده كده واصل، يعني كده كده حياتك اللي جاية هيكون فيها تحسن، يعني فيها تغيرات حلوة، يعني شايفها تعوم على حياتك بإذن الله تعالى بالكامل، يعني شايف إن شاء الله. شيل من دماغك الهموم، الطاقات السلبية، الأمور السلبية، شيلها من دماغك كلها. أنا شايف في إمضة أو وثيقة، يعني الإمضة دي هتمضيها، شايف إمضة لوثيقة، لإما إما هتغير مسكن زي ما قلت لك، لإما هتمضي وثيقة شغل أو شراء سيارة أو بتغير حاجة. أنا شايف عندك طاقة انتظار، منتظر أنت، منتظر، هي مفتوحة معاك، الطاقة طاقة الانتظار دي مفتوحة معاك، يعني مش حاجة معينة، ده أنت منتظر كذا حاجة، منتظر كذا حاجة، لأن طاقة الانتظار مفتوحة، فأنت هنا منتظر كذا حاجة. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق. أنا شايف هنا في مواجهة، شايف في مواجهة بينك وبين حد، شايفك بتواجه حد وبتتعاتبه، هيحصل عتاب ما بينكم في المواجهة دي، وإن شاء الله هتكون فيها خير، خير وراحة إن شاء الله هذا المواجهة. مش هو برضو الودع بيقول لك إيه يا برد العذراء؟ ما تنساش أحبابي في الله تدعموا الفيديو باللايك، أخواتي في الله. بسم الله الكاش. في ناس انت مساعدها ومقدم لها الخير لكن مش بيحبوا لك الخير، لكن الناس اللي دعت لك الكبيرة هتطلعك من الأزمات وهتطلعك من المشاكل السلبية وهتطلعك الدعوات، الناس اللي دعتها لك هتطلع من الطاقات السلبية، طول ما انت معتمد على ربنا هتلاقي اللي يقف معاك، هتلاقي اللي يسندك، هتلاقي اللي يوجهك على الطريق الصحيح، هتلاقي فرادات وفتحات قدامك بإذن الله تعالى. شايف ان انت تحصد خير، ان انت زراعة خير فهتحصد خير، شايف ان انت زراعة خير فهتحصد الخير. انا شايف عندك طريق، شايف عندك طريق، الطريق ده شايف، اللهم صل على سيدنا محمد، اخره جبر ليك بس في مطبات الطريق، بس انت اللي اخترته، انت اللي اخترت الطريق، وفي مطبيان بس هتعدي الطريق وهتوصل، وفيه جبر ليك، فيه قلب ابيض وفيه بياض وفيه راحة وفيه نور ليك الطريق. انا شايف هنا في شخص غامض وفقدت تثق فيه، شخص غامض وفقدت الثقة فيه، مش حاسس بعدم الراحة من اشخاص بيتدخلوا يعني في حياتك في كل ما هو يخص حياتك، بس انت برضو اقول لك ان انت بدأت تقول ان لازم تكبر دماغك،
بدل بدأت تقول ان انا كبر دماغي، طول ما انت عايز الحاجة اللي في دماغك هتشتغل، وان شاء الله حتى لو هتخسر ايه في الدنيا لكن هتوصل اللي في دماغك. ما بقتش يعني بقتش عايل هم حد، ما بقتش تركز على حد يقول لك اي كلمة، تركت كل حاجة وتوكلت على الله وهدفك قدامك وبدأت تشتغل عليه ورميت ورا ظهرك اللي تعبك. بسم الله الكاشف، مع انه كان هذا يحصل من بدري لكن اديك رميت اللي تعبك ورا ظهرك. انا شايف هنا حصل بينك وبين الشريك او بينك وبين الحبيب زعل بسيط او بلوك، في فك بلوكات ان شاء الله. شايف ما بينكم كانوا زعلانين، في مشاكل بسبب طرف ثالث، حصل ما بينكم مشاكل وانفصال بسبب سحر. ان شاء الله هتشفوا من هذا السحر، ومنكم كثيرا بيحاول يعالج من هذا السحر او يخلص من هذا السحر. بتحاول كثيرا تخلصوا من هذا السحر، ان شاء الله راح تخلصوا منه. وشاف اللي كان مزعلك وانت مش عارف تعاتبه لانك خايف على زعله، ندمان وفيه اعتذار قريب منه ليك، لانك انت وانا شايف مريت بطائفة مالية، ربنا بيكرمك ويرزقك بمال لم يكن في حساباتك خلال أيام إن شاء الله. إن شاء الله طاقة المال قوية، هناك مبلغ ممتاز إن كنت محتاجه هتدبر وهتلاقيه دايلك من حيث لا تحتسب. شايف في حاجة حلوة تحصل في حياتك، حاجة حلوة تحصل معاك قريبة كنت منتظرها بفارغ الصبر، وهتخرجك من الزعل اللي جوا قلبك أو كسرت قلبك، هتخرجك منه وهتنسى الدنيا وهتضحك ليك مرة تانية. في شخص أنت بتحبه قوي لكنه بعيد عنك، حصل ما بينه وبينك زعل أو بعيد عنك ومش عارف تقرب منه. إن شاء الله تكون في حياة جديدة وفي تقرب وفي راحة إن شاء الله، وفي تواصل يكون قريب ما بينكم. أنا شايف عندك قلق وظلم، عندك قلق وخوف وحق كبير، عندك حد ظلمك يا برد العذراء، في حد ظلمك هتأخذ حقك. العدالة الإلهية لن تتركك بإذن الله تعالى. أبشر لأنك صبرت كثير وتحملت ما لا يتحمله أحد، فأبشر قريبا جدا سيزول النحس عنك وسيزول السحر عنك ويلمع نجمك وكوكبك ويبدأ في الفرحة، ويرى اجتماعات وعاطفيا ونفسيا، وسيكشف الله لك نوايا من حولك وسيكون سقوطهم عظيم أمام عيناك بإذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. الفاتح لما أغلق بسم الله الكاشف. أنا شايف برضه هنا أنت بتجهز تنقل لمكان، هتشتري مسكن أو هتنقل من مسكن من مكان لمكان هتنتقل فيه، فيه بركة في الرزق وفيه راحة ليك وفيه هذا المكان. فشاف فيه ترقية تخص عملك، تخص عملك. أنا شايف برضو هنا العثور على أوراق أو عثور على شيء مفقود بقاله شهور راح تعثر عليه. أنا شايف هنا في قرار صح هتاخذه يخص عملك، وهتلاقي دليل يؤكد إن قرارك صح رغم رد فعل المنتظر. في مواجهة مع غريب يريد أذى ليك، لكن ربنا معاك وهينصرك عليه بأمر الله، ربنا هينصرك عليه. أنت ندمان كما قلت من قبل، ندمانين على فضفضة فضفضتوها أو قلتوها وأنتم معكم حق. خلي بالك من كلامك، بلاش تظهر في اللي في عقلك أو في قلبك على لسانك. مش كل الناس اللي بتتمنى لك الخير هكذا، في ناس بتتمنى لك الشر وبتستنى لك الكلمة أو بتستنى لك الوقعة. في مفاجأة حلوة هتغير، يعني مفاجأة حلوة وتكون هدية قيمة قريبة منك من شخص غالي عليك من قلبك، شخص غالي على قلبك. في هنا استلام ورقة أو وثيقة حكومية مهمة تخص مجال العمل أو الرزق، أو الرزق. عندك هنا نادر ولازم توفيه، لازم توفيه. وعندك برضو أرى في رؤية الأحلام، عندك متوفي يتكرر معك رؤية أحلامه أو ترى في الأحلام كثيرا. شايف عندك الأمور
خير إن شاء الله، هتبدأ معك تفتح معك الدنيا وتتحسن الأوضاع، لأنك تخاف ربنا، تخاف ربنا، أموال غير متوقعة قادمة ليك بإذن الواحد الأحد. وأرى هنا لديك بشرى وفرحة خلال أيام قليلة من شخص يحبك ويراقبك عن قرب. في شخص هنا نادم على فراقك، نادم على فراقك، نادم على فراقك هذا الشخص. أنا شايف برضو هنا الطاقة، هتخلص من الطاقة السلبية وفي طاقة إيجابية ديالكم، طاقة إيجابية بسم الله الكاشف. أنا شايف برضو هنا أنتوا فقدتوا مال أو سرقة معاكم، فقدتوا حاجة أو مال السرق، لكن به خير لكي تعرف مقام الآخرين. شايف هنا بمراحل انت مريت بمراحل صعبة جدا من الحياة، وربك يريد ليك مراحل جديدة في الحياة القادمة. هنا شايفك انك تخلصت من القلق، او هتتخلص من القلق والتعب اللي مأثر عليك، هتخلص من هاي التعب اللي مأثر عليك والخنقة والضيق. شايفك بتخرج الى النور، هتخرج الى السعادة، هتخرج الى الفرحة. شباب الحظ والنجاح والمال والعمل موجود وكبير بإذن الله، فكرت صح. بعد تعب ومجهود ودراسات وسهر، صار وقت تقطف تعبك ومجهودك، بدك تنجح وتثبت نفسك أكثر. شايف لك سفر بالخارج بإذن الله، شايف عندك معارضين وعندك، لكن عندك دعم، دعم من الأهل والمقربين، أمورك تمام، ما بنخافش عليك لأنك بتخاف ربنا. شايف عندك صار وقت إنك تحط مسمى للعلاقة العاطفية. شايف ليكم فرحة قريبة إن شاء الله. صلى على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما أنتظر منك، وأنت خير المبشرين كلها. ونشوف رسالتك بتقول لك إيه يا برد العذراء، فضلا وليس أمرا. كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، وادعم الفيديو باللايك أحبابي في الله. ديالك فرحة كبيرة زي فرحة لقاء يعقوب بيوسف عليه السلام، ديالك فرحة كبيرة زي فرحة لقاء يوسف بيعقوب عليه السلام. وإن كنت بتعاني من السحر أو من المس أو من التعطيل أو من قرين أو من تابعة، هسيب لكم في صندوق الوصف اللينك، أو اكتب تم وأنا هديك اللينك للقناة الثانية، قناة الشيخ يوسف للعلاجات.